الإفراج عن النتائج النهائية لمسابقة الأساتذة بعد الكشف عن نتائج المقابلة الشفوية لتوظيف أزيد من 28,000 أستاذ لم تستسغها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، حيث اتهمت الوزارة الوصية بعدم الشفافية والمحسوبية. الإفراج عن النتائج بين الدليل على أنه مسابقة توظيف يعني عدم شفافية مسابقة توظيف، هناك المحسوبية، هناك ما زالت هذيك مناصب يعني دراهم مثل اللي يشريوا الناس المناصب، والدليل على ذلك عدم صدور الكشوف وعدم استطاعه اي واحد باش يطعن في حقه باش يخسر كما يقولوا سطيش فيه. بين 75% نسبه نجاح الاساتذه المتعاقدين في المسابقه، ما يفتح الباب مجددا على الخروج في حركات احتجاجيه بدايه من الاحد امام مديريات التربيه. بين 5% إلى غاية 7%، ما فوتش 7%، دونك لا ماجوريتي تاع الأساتذة المتعاقدين رسبوا في المسابقة. يعني احنا نستناو بالوعود تاع الوزير الأول اللي وعد أني راح تكون مسابقة ثانية في هاد سبتمبر، دونك احنا رانا نستناو في هاد الوقت، وغدوة إن شاء الله عندنا وقفات احتجاجية بينو على يعني غبطنا على مسابقة التوظيف. نهار 13 من هذا الشهر وقفة احتجاجية أمام مقر رويسو تاع رويسو لانكس. الإحصائيات التي تقدمها التنسيقية بين الحين والآخر بخصوص ملف نحو 25,000 أستاذ متعاقد تبقى غير دقيقة وتفتقد إلى المعايير الموضوعية، ما يفقدها المصداقية والشفافية التي يطالب بها ممثلوها الوزارة حسب متابعين.